نعمة الإيمان تقتضي دعوة الناس إلى هذا المنهاج ليكونوا جميعا سائرين على هذا الصراط المستقيم. نعمة العافية تقتضي شكرها بصرفها فيما خلقت من أجله في طاعة الله لا في الإعانة على معصية الله. فكل نعمة يقابلها واجب الشكر، وذلك باستعمالها فيما خلقت من أجله مع الاعتراف بفضل المنعم بها وهو المولى سبحانه وتعالى. وعدم القيام بذلك هو تبديل للنعمة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فمن آتاه الله تعالى علما يكون مسؤولا أكثر من غيره في المحافظة على علمه والاعتزاز به والاستعانة به على الإصلاح، لا أن يكون أداة للظالمين والمجرمين يحلل لهم ما حرم الله ويفتيهم بالفتاوى ليعلمهم الحيل التي ينصرفون بها عن حكم الله، أو ليخدع بقوله عوام الناس ليمهد للظالمين ظلمهم وتسلطهم على الأمة فيبيع آخرته بدنياه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فمن هنا وجب على أفراد هذه الأمة بكل أصنافها ووجب عليها جميعا باعتبارها أمة أن تقوم بالحق وأن تنصر الحق وأن تعين المحق، لا أن تستكين للظلم وترضى بالذل. والذي يقع عليها اليوم دليل على أنها قد فرطت في هذا الواجب الملقى على عاتقها، هذه الأمانة التي تسأل عنها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذه الأمانة التي فرطت فيها فلم تؤدها كما أوجب الله تعالى عليها إلى أهلها. ولذلك نجد أن هذا المبدأ يجب أن يكون واضحا في نفس كل مؤمن، حتى أن السلف رضوان الله عليهم كان بعضهم يمتنع عن مناولة الظالم قلما أو دواتا، أي الآنية التي فيها حبر لئلا يضع هذا الظالم قلمه فيها أو يستعين بها على كتابة شيء من الظلم. وجاء الإمام جابر رحمه الله تعالى سؤال من أحد طلبته يسأله عن حكم تولي منصب عند بني أمية، فكان من ضمن جوابه له: فإنهم لا يعطونكم من دنياهم إلا بقدر ما يأخذون من دينكم. ومثل هذه العبارة وردت أيضا في رسائل الإمام محمد بن عبد الله الخليلي رحمه الله تعالى. لكن هذا لا يعني أيضا منهج الابتعاد عن المجتمع والانعزال عنه على الإطلاق، فإن علماءنا مع مرور الأيام أيضا يجتهدون في الإصلاح. ومنهج شيخنا الخليلي حفظه الله تعالى هو مداخلة المجتمع وعدم ترك طرق الإصلاح لأهل الفساد، بل يؤمر أهل الصلاح
أن يشاركوا في الإصلاح قدر إمكانهم، لا بنية إعانة الظالم أو المفسد، وإنما بنية الإصلاح قدر المستطاع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا تبعة على المؤمن الداعية بسبب قيامه بذلك، لأن هذا غاية طاقته، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولأنه يترتب على ابتعاد أهل الصلاح مطلقا عن كل موقع إلى استيلاء أهل الظلم والفساد على تلك المواقع، فيزدادون ظلما وفسادا، ولا يتحقق بذلك الإصلاح. ولذلك أذكر في جواب لشيخنا الخليلي حفظه الله تعالى، سألته عن سؤال فقال لي فيه: كل طريق يؤدي إلى الخير مما ليس في أصله ممنوعا فلا حرج فيه، بل تركه للمفسدين قد يزيده فسادا. هذه قاعدة دعوية ينبغي للدعاة أن يحفظوها وأن يعملوا بها. كل طريق يؤدي إلى الخير مما ليس في أصله ممنوعا فلا حرج فيه، إذن يشترط فيه أن يكون مباح الأصل، فالغاية لا تبرر الوسيلة. فربما يتذرع بعض الناس بسبب نبل الغاية التي يسعون إليها إلى القيام بأعمال ممنوعة بدعوى أن الغاية تبرر الوسيلة، فهذا لا يباح شرعا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فليس لأحد أن يكسب الحرام بدعوى إنفاق هذا الحرام على الفقراء والمساكين، ليس له أن يتعامل بالربا بدعوى أنه يأخذ هذا المال الزائد عن طريق الربا لينفقه في بناء مسجد أو مدرسة أو نحو ذلك من وجوه الخير، أو أنه يقوم بظلم الناس ونهب أموالهم لأجل القيام بالإصلاح. فهذا طريق ليس مباحا بل هو ممنوع. فلذلك قال: مما ليس في أصله ممنوعا فلا حرج فيه، ثم قال: بل تركه للمفسدين قد يزيده فسادا. وهذا منهاج سيدنا يوسف عليه السلام حين رضي أن يتولى مسؤولية تحت حكم الملك الكافر، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وإنما يجب أن يكون هذا المشارك في هذه المجالات فقيها، أو أنه يرجع إلى الفقيه حتى لا يقع في خطأ، فلا يترك المرء وحده، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فكم من فرد ادعى الإصلاح ودخل الميدان وحده دون سلاح فأكلته الذئاب واستولى عليه المبطلون، فبدلا من أن يصلح غيره فسده. فإذا لا بد من وجود عقيدة راسخة، من إيمان قوي لا يتزعزع بالفتن، سواء كنا من المغريات أو كنا من المحن والشدائد. فلا يسيل لعاب المرء إن أغري حتى يتنازل عن دعوته ومبدئه، كما أنه إن نكل به أو هدد
فإنه أيضا لا يستسلم، وإنما يكون صبورا ويثبت على المبدأ. فإن لم يجد صدى لدعوته انسحب وسلم بنفسه لأنه لم يجد القبول. فكما يقال عصفور في يدك خير من 10 عصافير فوق الشجرة. وكما تقدم يكون هناك مرجعية للاستشارة، فلا يبت المرء في المسائل وحده ليعين المصلحة، فربما تميل نفسه اتباعا لهوى إلى شيء، فيكون معه غيره من إخوانه ممن يسدد فعله أو قوله. والرجوع في النهاية إلى أهل العلم الذين يعلمون الحكم الشرعي، لا إلى العوام الجهلة الذين يفتون أنفسهم بفعل ما يريدون بدعوى تحقيق مصالح الدعوة. وإنما يحذر الدعاة أيضا أن يكونوا ألعوبة بيد المجرمين أو الظالمين، لأن هؤلاء المجرمين الظالمين متمرسون، وفيهم من الدهاء ما يكفيهم للتلاعب بالأشياء، فقد يتظاهرون بالرغبة في الإصلاح، وهم إنما يستفيدون من هذا المصلح أكثر مما يستفيد منهم، فيستعينون به على تثبيت كراسيهم أو تحقيق مصالحهم دون أن يشعر أو مع شعوره. فهنا ينبغي أن يوازن المصالح، فإن كانت المصلحة في هذه الدعوة ضعيفة ومصلحة هؤلاء الظلمة أكبر، أو هي في الحقيقة مفسدة، فإذن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة. أما إن كانت المصلحة متحققة ويرجى مع مرور الأيام أن تزداد هذه المصلحة، فلا مانع هنا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أكبرهما. والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكونوا دائما يقظين مخلصين لله عز وجل حتى ينالوا التسديد. فهذه اليقظة القلبية الإيمانية هي التي تحيطهم أو تستدر لهم ألطاف الله عز وجل، لأن الخوض في هذه المعالم المظلمة ليس بالهين. وكم من أناس اتكلوا على حكمتهم أو علمهم واغتروا برأيهم، تركهم الله تعالى وما هم عليه، فما نالوا التسديد. كم عاشرنا أناسا ادعوا الحكمة في الدعوة وخالفوا أهل العلم الربانيين بدعوى إدراك الواقع، وأفتوا أنفسهم دون الرجوع إلى العلماء، وكأنهم يصفون العلماء بالتخلف أو عدم إدراك الواقع أو المصلحة، فما ذهبوا بعيدا، بل كشفت الأيام زيف دعواهم وتنازلوا عن مبادئهم شيئا فشيئا إلى أن ذابوا، وما بقي لهم من الدعوة شيء إلا الصورة. فإما أن يكونوا قد وقعوا في انحراف، وإما أن يكونوا ممن اشتغل بالدنيا وغفل عن الآخرة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم
كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهناك دعوات كثيرة في هذا العصر للتخلي عن الدين وعن الالتزام به بوسائل جذابة وشعارات براقة كالحرية والتعددية وحقوق الإنسان والتسامح ونحو ذلك مما يراد به تفريغ المسلم من إيمانه وتمييع مبادئه. وقد سبق التحذير من هذا الأمر مرارا كثيرا، والله سبحانه وتعالى يذكر عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بفضله عليه ويحذره من الميل إلى هؤلاء الظالمين ومن التنازل عما آتاه الله تعالى إياه من علم وحكمة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وفي موضع آخر واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، عن بعض، إذ لا يملك المرء التنازل عن شيء من دين الله لأن هذا الدين لله وليس له، وإنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. نعم هناك أمور اجتهادية تقبل التجديد والتطوير، ففيها ميدان واسع لمراعاة الواقع ومسايرة العصر ونحو ذلك من الشعارات التجديدية. أما أن يكون التجديد في أصول الدين أو في الأحكام القطعية فلا مطلقاً.